السلام عليكم، معكم محمود من قناة رو لايف من مدينة فولجاغراد. أمام معايا في كورجان. المنزل اللي أنا نازل عليه دلوقتي ده في الشتاء بيبقى مزحلق، بيبقى فيه طبقة جليد عليه، واللي بيتزحلق من هنا بقى بيزعل جامد، بيزعل قوي الصراحة. التمثال ورانا أهو الضخم العملاق، هنعمل عليه فوكس بس عشان يبان أحسن. بتشد، فبرضو الرياح هنا لو زقتك وقعت اتدقلكت من على السلم مثلا هناك برضو هتزعل جامد. يعني الحمد لله ان ده مش سلم. المدينة فيها عرب كتير بيدرسوا. شايفين الحتة اللي عمالة تنور هناك دي، زي فيها شعلة جوه؟ هي فعلا فيها شعلة جوه، وهنزلها دلوقتي واصور لكم من جوه. خليكم معايا، التليفون برضو لو طار هزعل قوي.